تحت رعاية سمو الشيخ منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم حرمي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، افتتح معرض جائزة الشيخ منال للفنانية الشباب في مركز الفن بنادي دبي للسيدات العضو في مؤسسة دبي للمرأة. حضر الافتتاح سعادة سعيد النابودة مدير عام هيئة الثقافة والفنون بالإنابة، إضافة إلى عدد من الشخصيات الهامة وممثلي أعضاء لجنة التحكيم وكبار شخصيات الفن على المستوى المحلي والدولي. لا الحمد لله كنت من المتابعين منذ انطلاق هذه الجائزة الطيبة منذ 6 سنوات و6 دورات، ونرى فعلا هناك في تطور في اختيار المواضيع من قبل الشباب، اختيار مواضيع تتماشى مع العصر، تتماشى مع ثقافتهم ومشاعرهم وشجونهم وكذلك ما يحصل في العالم. فأعتقد أن الشباب اليوم أكثر جرأة، أكثر قدرة على التعبير عن ما في خاطرهم، ما في جعبتهم من هموم، من أماني. ففعلا هذه الجائزة ليست فقط جائزة ومشاركة فنية، هذه إطلالة على شباب اليوم وشباب المستقبل، ونتمنى إن شاء الله من راعية الجائزة اسمه الشيخ منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم حفظ الله أن تسعى لتكبرة نطاق هذه الجائزة لتخرج من نطاق دولة الإمارات لمستوى الخليج والوطن العربي، لأن فعلا أعتقد ستثري هاي الساحة بمواهب عدة. وكانت لجنة التحكيم قد تابعت الأعمال الفنية التي تقدمت إلى المسابقة، ثم اختارت 50 عملا فنيا في تصفيات نهائية أنجزها فنانون إماراتيون ومقيمون في الإمارات العربية المتحدة لتتنافس على المرحلة النهائية، وتعرض في هذا المعرض الذي سوف يستمر لغاية 19 يناير 2012، والدعوة عامة للسيدات والرجال. مشاركتي هي قلوب مصنوعة من الجص، أنحت كل واحد منهم بإيدي. مشاركتي تمثل عن تجربة شخصية أنا مريت فيها، اللي هي وفاة الوالد وأخوي الله يرحمهم عن مرض قلب، وهالمرض منتشر بعد في العائلة وراثي، فشغلي حول هالموضوع أمراض القلب. طبعاً هاي مشاركتي الأولى في الجائزة، وهالجائزة بحد ذاتها تتيح الفرصة للشباب أنهم يشاركون بهالمجال. عبارة اللوحة اللي شاركت فيها عبارة عن أن تتكلم عن أن الأشخاص لما يتعلقون في أشخاص معينين بحيث أنه ينسون يعزلون نفسهم عن الحياة بشكل عام، ويكون محور اهتمامهم هو هذا الشخص لدرجة أن كل اهتمامه يكون هالشخص، أحلامه وطموحاته ويساعدونه في هالشيء، فيوصلون لمرحلة أنهم أن هالشخص يتركهم، فيصير أن يحسون عمارهم ضايعين ما لهم هوية هم نفسهم. وهذا القصد اللي هو مبين في أن الأشخاص ما لهم وجه. ولقد انطلقت جائزة الشيخ منال للفنانين الشباب في عام 2006 تماشيا مع رؤية سمو الشيخ منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في ترويج ثقافة الفنون الجميلة، إضافة إلى تشجيع وإبراز الفنانين الشباب الواعدين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتجد هذه الجائزة رواجاً بين طلاب الجامعات ذوي اختصاصات الفنون الجميلة والتصميم والوسائط المتعددة.